احتراقات الجميع، حيت النادي البلدي تيخلي واحد كاين واحد شويه هاد السيدات، ما كاينش بان راه هنا كاين ناس مسؤولين راه مورايا. هذا في اداره تقنيه ومدرب لا خبره اكثر، شي حاجه اخرى راه عندها مواليها. موليه والاباء ديال سميتو دونك تيستغل هذا سميتو تيولي تيسبح راسو هو انه هو لهذا كاين شويه ديال الهويجات خصهم يتعالجوا. المهم انتم راكم متفاهمين هذه المساله. كان علي انه يتكلم مع الصحافه خارج النادي البلدي وما يتكلمش باسم النادي البلدي لحقاش النادي البلدي عنده الناس ديالو، وهذه غير نقطة باش نخبر بها الإخوان، وأنه مستعد يطلب السماحة، وأنه حتى هو تفهم الموضوع، تفهم المشكل. سي تومبورتي تال مو باغي ما عادش باغي يرجع من ناشي، سي فري الله يكون في العون الإنسان كيكون سبورتيف، الدراري كاينين هنايا اللي دوزوا الرياضة، ما كيبقى الرياضة اللي جارة. حنا مازال درنا الرياضة وحبسنا ولا في الإدارة، واخا نبغيو الرياضة ماشي بحال سبورتيف. وان سبورتيف اللي كيبغي يدخل في الجيستيون كيبدا غير يشير، هذا هو المشكل اللي كاين. لا يكون كويري ولا يكون جيدوكا ولا يكون بوكسو ولا يكون كل ميدان عنده الناس اللي كتخدم فيه. كمل هذا الشهر ملتزم، رحنا خوت اذا صدرت شي حاجه اخرى سي كمال راه عرفتي راه حنا درنا هذا واش هذا نعم خاصك تصفق جواب بريس واش باغي تعقد الامور؟ لا ما كنعقدش بالعكس، اذا باغي تعقد الامور هي هذه ولكن اعتذار اخويا صدرت الجواب بريس صدرت الجواب بريس صدرت حنا خوت اخويا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وكنشكر جهوية بريس على الحضور ديالها اللي من اجل بيان توضيحي. يشرفني ان اتقدم اليكم بهذا البيان التوضيحي بخصوص مراجم تصريحات صادره عني بتاريخ 17 من هذا اليوم من هذا الشهر حول مستقبل النادي البلدي لرياضه الجودو وما اثاره ذلك التصريح باوساط النادي. ذلك لم اقصد بتاتا من خلال تصريحاتي ان اخلق الفتنه او التفرقه، بل كانت الغايه نبيله والهدف شريف، ولم تكن لدي نيه الاساءه لاي احد سواء كان مسؤولا في المدينه او النادي السائر على تكوين هذه الاجيال الصاعده والتي نطمح من ورائها هذا كله سوى النهوض برياضه الجيدو الى الرقي والسمو والاعتزاز ورفع رايه المغرب داخل الوطن وخارجه، وان القصد نبيل كان الغرض منه تكوين ابطال على مستوى عالمي يشرفون البلد تحت الرعايه الساميه للرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله وايده. واقول وفقنا الله لخدمه الرياضه والرياضيين وراء الرياضي الاول محمد السادس نصره الله وايده وشكرا.